اخوك باخر فقره معانا النهارده في ساعتين اهو. يمكن شفتوا في اول حلقه كان معنا اتصال مع وكيل نقابه الاطفال دكتور شوقي حداد، واتكلمنا عن ذلك الاعلان اللي قال انه علاج لسرطان الكبد وعلاج الماني، والموضوع طبعا يعني موضوع فيه لبس وخطا كبير جدا. ما كنت بهذا موضوع الكبد يا جماعه موضوع خطير جدا، والناس تايهه فيه متلخبطه في بروتوكول العلاج لو عايزين نسميه او شكل وخطوات العلاج. وبدل نشوف العلاجات التقليديه فكره الانترفيرون او العلاجات التحفظيه او عمليات زراعه الكبد واللي بينظر لها على انها امل في المستقبل، لكن الخلايا الجذعيه الموضوع ده او الستيم سيلز يعني بلغه الاطباء دي نظره عالميه وموضوع قالب الدنيا بره، وبيقولوا ان ده موضوع يعني سوف ننظر الى نتائجه الايجابيه في العشرة 15 سنه الجايه. لكن لما بقى عندنا في مصر وحده لابحاث الكبد في كلية الطب لجامعة كبرى بتقوم بإجراء دراسات وتجارب تطبيقية وناجحة بنسبة كبيرة جدا في مجال علاج الكبد، بيقوم عليها عالم جديد ومتخصص في هذا المجال، يبقى ده شيء لازم ندور عليه نشوف بيحصل فيه ايه ونعرف اساسه والى ماذا وصل. استاذ الدكتور علاء اسماعيل استاذ الجراحه العامه ورئيس وحده ابحاث الكبد بكليه الطب بجامعه عين شمس والعميد السابق لمعهد الكبد القومي هو ضيفنا في هذه الفقره الكريمه معانا الموضوع. اهلا بحضرتك دكتور، اهلا بك وسعيد بوجود حضرتك معانا. اسال حقيقه دكتور الاول قبل ما نقول انتوا بتعملوا ايه نقول ايه هي الخلايا الجذعيه. انا سعيد جدا باستضافه حضرتك ليا وانا بشكرك. شكرا. وزي ما حضرتك قلت يمكن نوهت عن الاعلان اللي كان موجود عن علاج اورام الكبد، انا نفسي شفته وكنت حريص قلت يا ريت يكون في حاجه تفيد المرضى. وشفت الموقع بتاعه على الانترنت ودخلت على الموقع بتاعه على الانترنت حاولت اراسل الناس دي، لقيت ان الموضوع الحقيقه يعني ما فيهوش اي شيء من الصدق ولا اي شيء من استغلال يا دكتور، استغلال للناس. يمكن حضرتك يمكن انا سعيد حضرتك تقول الكلام ده قدام الساده المشاهدين ان هم يعني دخل يعني يعني ما تصوروش ان اي حاجة جاية من برة واعلان جاي من دولة اوروبية يبقى معنى الصدق. ده بيع وهم يا دكتور، بيع وهم. وللأسف الشديد احنا المريض بيلجأ اليه بشكل لان هو عاوز اي حاجة يتعلق باشياء دي الكلمة اللي دايما معانا احنا بنيجي ده الخلايا الجذعية وهي ودي اللي حضرتك قلت عليها الحقيقة ده علم المستقبل. نعم. الخلايا الجذعية هل احنا لسه عارفينها قريب؟ لا احنا عارفينها من اول لكن ابتدت تخش تطبيقاتها في ال 20 سنه اللي فاتت. ايه هي الخليه الجذعيه؟ الخليه الجذعيه او الخليه الام هي خليه موجوده في جسم الانسان. نعم. وموجوده بكميه كبيره في النخاع العظمي. وموجوده في بعض الاعضاء في جسم الانسان. ايه اهميه الخليه الجذعيه؟ وظيفتها او اهميتها بتكمن في انها عندها القدره على ان تتحور الى خليه ذات صفات محددة لتصليح أي ضرر حصل في أي عضو من أعضاء الجسم. ذاتيا يا دكتور؟ ذاتيا. مثلا. دي اللي هو ربنا خلقها لهذا السبب. يعني لو حصل أي التهاب في الكبد بيخف إزاي؟ خلايا جذعية اللي داخل جوه الكبد بتقوم بهذا الواجب. إنما لو حصل إن الالتهاب شديد يعني اكبر من قدره الخلايا الجذعيه اللي جوه الكبد هي بتبدا تستدعي الخلايا الجذعيه اللي موجوده في الدم من اماكن ثانيه. طبعا هو ده السيناريو اللي موجود في جسم الانسان. لو اكتر بتستدعي بقى الخلايا الجذعيه اللي موجوده في النخاع العظمي. هذه هي قدره الله على اصلاح اي ضرر بيحصل لجسم الانسان، فجسم الانسان قادر على اصلاح نفسه ذاته. طيب العلم عمل ايه؟ العلم لما شاف ان هذه الخلايا الجذعيه قادره على الاصلاح ابتدى يدور عليها ويشوف اماكنها فين. نعم. فابتدينا نعرف ان الخلايا الجذعيه دي يمكن الحصول عليها يا اما من جسم الانسان نفسه عن طريق ان احنا ناخد الدم من النخاع العظمي ونستخلص منه الخلايا الجذعيه. في مرحله سنيه معينه يا دكتور؟ في اي مرحله. في اي مرحله. او ممكن نستخلص الخلايا الجذعيه دي من الدم في الاوعيه الطرفيه. عن طريق ان احنا الاول بندي منبهات او منشطات للنخاع العظمي عشان ينبه الخلايا الجذعيه اللي جوه النخاع العظمي انها توصل للدوره الدمويه الطرفيه. كويس. وعن طريق اجهزه معينه
وفلاتر معينة نقدر نستخلص هذه يعني الفلاتر. بتستخلصها كأحد مكونات الدم الموجودة؟ كأحد مكونات الدم الموجودة. طبعا ده بأكيد بأكيد بأجهزة معينة. أجهزة معينة ومعقدة جدا وتكنولوجيا عالية. ده جزء. الجزء الثاني ان احنا ممكن نحصل على هذه الخلايا من الدم بتاع الوريد بتاع المشيمة او الحبل السري بتاع الاطفال اللي احنا بنرميه. ده ثروة كبيرة جدا. انا تصديق بس من غير اقطع كلام حضرتك، مثلا كان معانا دكتور عبد الناصر نجار استاذ تجميل في طب القاهرة، وخد من المشيمة دي نسيج استخدمه في عمليات زراعة طبيعي. الجلد طبعا يعني وبفكرة هايلة. فدي تشوف احنا كمان بنرمي ده اللي فيه الخلايا الجذعية اللي نرمي. العالم كله دلوقتي بيعمل بنوك لدم الحبل السري. نعم. الكورد بلاد بانك دي موجوده في العالم كله. ان دلوقتي الناس لما بيجوا يخلفوا بياخدوا الدم بتاع الحبل السري بتاع اولادهم ويحتفظوا بيه في بنوك لفترات تصل الى 15 سنه. لكن هي عمليه مكلفه جدا بره قادرين ان هم يصرفوا عليها. وقت الاحتياج اليه بيقدروا ياخدوه ويستعملوه. لا قدر الله لو الانسان اللي صاحب الدم ده حصل له اي شيء محتاج هذه النوعية من العلاج بيقدر يستخدم، خاصة الأمراض مثلا الدم الأمراضية ودلوقتي سرطانات معينة كتير بتتعالج بهذا الأسلوب. في مصدر آخر اللي هو الإمبريونيك ستيم سيل اللي هي بتتاخد من الجنين اللي هو الأجنة اللي هي بيحصل لها إجهاض. يعني لو حصل إجهاض في عمره معين بس إجهاض طبيعي إجهاض غير متعمد ودي الأخلاقيات بقى. أنا بس بتكلم عن مصادر دلوقتي. دي ممكن تتاخد منها بناخد البادز أو الأساسيات بتاعت كل عضو وبنقدر ناخد الكلام ده ونستخلص منه كمية من الخلايا الجذعية. كويس. دلوقتي احنا حصلنا على الخلايا الجذعيه. انتوا حصلتوا عليها من هنا او من هنا او من هنا. كويس. احنا الحقيقه في طب عين شمس حطينا بروتوكول للعمل من خلال الخلايا الجذعيه. كويس. ان احنا بناخد من الانسان نفسه. ليه بقى؟ عشان لما باخد من نفس الانسان واديله هو، فانا بعفي نفسي ان انا اديله مثبطات المناعه ادويه. مفيش رفض. مفيش رفض. يعني كويس. لانه بياخد انسجته. بالظبط. فانا ضامن التوافق. طب طالما الخلايا دي موجوده في جسم الانسان. ايوه. طب انا ليه اللي بعمله بقى؟ اللي بعمله ساعات ان كميه الخلايا اللي موجوده غير قادره ولا تكفي لاصلاح الضرر اللي موجود. ايوه. احيانا بيبقى الضرر الذاتيه اللي بتطلع في الجسم. بالظبط. احيانا الضرر بيبقى اكبر من قدره الخلايا اللي موجوده جوه الجسم. جميل. على الاصلاح. كويس. طيب اللي بيحصل ايه؟ احنا بنستخلص هذه الخلايا وبنكترها في المعمل، بنزرعها، ولو احنا خدنا مثلا مليون بنخليهم 100 مليون، نخليهم 200 مليون ونبدا نحقنهم مره ثانيه. من المريض في دم المريض؟ على حسب برضو المرض اللي احنا بنتكلم عليه. كويس. الحقيقه احنا بنشتغل على كذا موضوع مش بس الكبد، بنشتغل على الكبد وبنتكلم على مواضيع اخرى لان الخلايا الجذعيه بتعالج حاجات كتير جدا جدا الحقيقه. دكتور انا بس عايز انا اكد انتوا شغالين في هذا الموضوع فعلا؟ احنا اللي في طب عين شمس اللي تم العمل عليه احنا بنشتغل على الخلايا اللي هي بتعالج امراض الكبد، ان احنا بنعالج بنجيب خلايا ونخليها خلايا شبيهه لخلايا الكبد وبعدين بنحقنها للانسان علشان نقلل او نوقف نسبه التليف. في بعض الاراء بتقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها شغل الخلايا الجذعيه في مصر لغايه دلوقتي. لا 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 يعني شغل تطبيق ممكن يكون بحثي لكن وفي ورق في معالم بسيط لكن مفيش تطبيق. لا 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 حضرتك دلوقتي دي ابحاث تطبيقيه حقيقي وعندنا اكثر من طالب مسجلين رئاسة الدكتوراه واحنا دايما بنبحث. حضرتك قلت لي قبل كده انا عندي حالات موجوده بس موجوده حضرتك تقدر تصورها. بالظبط. وعلى فكره الكلام مش بس في طب عين شمس عشان نبقى صادقين. نعم. عشان ما نبقاش احنا بنتكلم على حاجه ذاتيه. لا في مصر في طب عين شمس، في القصر العيني، في اسكندريه في الطب البشري وطب الاسنان، في المنصوره، وفي طب قناه السويس. كل الجامعات دي بتعمل لان احنا على علاقه ببعضينا. عظيم. واحنا شبكه عمل بنمارس عمل جماعي. هي. علشان نكمل بعض. هي. علشان الشغل في هذا الموضوع مكلف جدا. مكلف. فاحنا بنقعد مع بعض كل واحد ياخد جزئيه يشتغل فيها. وبنقعد نتكلم مع بعض وبين في الاخر. عندكم التجهيزات الخاصه بشغلكم يا دكتور يعني؟ والله طبعا احنا ما عندناش كل التجهيزات اللي حضرتك ممكن تتخيلها او الطموحات اللي انتم محتاجينها. محتاجينها. فعشان كده احنا بنحط لنفسنا بروتوكول
عمل من خلال الامكانيات اللي موجوده. جميل. لكن احنا برضو بنحتاج دعم. فبنعمل احنا بروتوكولات للعلاقات العلميه اللي ما بين جامعه عين شمس وبين بعض الجامعات الاوروبيه. بنتبادل بعض المعلومات وساعتها ممكن بيقدروا يدونا جزء من الدعم المادي لشراء بعض الاجهزات اللي احنا ممكن نعمل فيها. طب المشاهد العادي دلوقتي اللي هو سمع واحنا بنقول له الكبد ومرض الكبد والفيروس فقال لك بس اقعد اسمع دلوقتي هم هيعالجوا الكبد ازاي بالطريقه الجديده دي. احنا عايزين نبسطها بس انا عايز اقول نقطه. الخلايا الجزائيه لا تعالج الفيروس. مش عايزين برضه عشان ناس لا تعالج الفيروس بالظبط وما تعالجش البورتو هايبرتنشن يعني الدواء اللي مش بتعالج بالظبط. لكن ده العين اللي عنده استسقاء بتتحسن، العيان اللي عنده نزف شديد بيتحسن، لان الخلايا الجزائيه عند حقنها ولما بتنجح في الانسان ده بتحسن نسبه انتاج البروتينات في الدم وفي نفس الوقت بتحسن برضو نسبه انتاج يعني عوامل تجلط الدم في الانسان ده. يعني هو مريض الفيروس الكبدي دي مرحله من احد مراحل العلاج بس مرحله كامله ونهائيه. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي كويس. لكن اللي احنا شايفينه بعد نجاحات اللي احنا حققناها ان احنا لو ابتدينا نستعمل الخلايا الجزائيه دي في مرحله بدري شويه قبل ما يوصل الانسان الى مراحل متقدمه من التليف ممكن هنا نوقف التليف عند مرحله من المراحل ونمنع تقدمه، وبالطريقه دي احنا هنحسن. في امل ان الانسجه دي تعاد نموها مره اخرى مثلا؟ بيحصل فعلا. طبعا بيحصل لان انت بتحط نسيج واحنا بنتابعه بطرقنا العلميه المختلفه ونتاكد ان الخلايا اللي احنا حققناها دي وصلت للكبد وابتدت تشتغل فعلا. ان احنا لنا مقاييس كيميائيه. ايه الصوره اللي شفتها؟ يعني احكي لنا عن صور كده شفتها. يعني احنا بعد ما بنحقن الخلايا دي وفي حدود مثلا شهر او شهر ونص نبدا نحلل العيان ده الدم بتاعه، بنلاقي نسبه البروتينات ابتدت ترتفع، سرعه البروفرام بيتحسن. أيوه. يعني عوامل التجلط بتتحسن. العيان ده لو كان مدرات البول والادويه اللي كان بياخدها علشان يعالج الاستسقاء ما كانتش بتجيب نتيجه، ابتدى يتحسن ويجيب نتيجه عليها. وعينين كتير جدا ابتدينا لما ابتدينا نداهم الحقن الخلايا ابتدوا يتحسنوا، الاستسقاء ابتدى يتحسن عندهم بشكل ملحوظ. والعينين موجودين يعني ممكن حضرتك في متابعه يعني في صور معينه متابعه معينه تحاليل احنا العينين بتتابعوا كل اسبوعين بتحاليل ولازم نكتب الكلام ده لان دي ابحاث بتاخد فتره قد ايه في يعني بدايه ظهور تحسنات على الحاله؟ شهر. وده دي هل ده كان بالنسبه للطرق التقليديه يعتبر وقت طويل ولا وقت قصير؟ لا الحقيقه هقول لحضرتك حاجه، انا دايما بقول الكلام ده ليه؟ عشان العيان ما يتصابش انا هحقنه النهارده بكره هبقى كويس. اخف بكره طبعا. وخصوصا احنا ابتدينا في العيانين اللي هم اللي بنسميهم اند ستيج. اللي هم وصلوا لمرحله متاخره جدا في التليف. اللي هم محتاجين زرع كبد ومش قادرين، اللي هم محتاجين علاجات وغير قابل للعلاج. فهم دول اللي احنا ابتدينا عليهم. عشان كده قلت دلوقتي ايه؟ لو احنا ابتدينا بدري النتيجه هتبقى احسن. يعني ممكن يبقى نوع من انواع الوقايه في امراض الكبد. ممكن يبقى نوع من انواع العلاج. وما يوصلش المريض للمراحل المتاخره. بس انا عايز افهم برضه كل المرضى ان مش معنى كده ان كل مريض هيجي له التهاب كبدي فيروسي ان هيوصل للمرحله دي. لا. تاني عشان برضه ايوه لازم المشاهدين بتوعنا لما يسمعوا الكلام ده مش معنى كل واحد جاله التهاب كبدي فيروسي ان هو هينتهي بالامر الى تليف كامل واستسقاء ودوالي مريء واورام في الكبد. اللي بيحصل لهم الكلام ده نسبه لا تتعدى ال 5%. انا محترم قوي فكره انك بتحب توضح حضرتك للمريض انه مش هتوصل لمرحله كارثيه في المرض لانه الفروق الفرديه مختلفه من فرد لاخر والظروف الصحيه مختلفه فردها. لانه احيانا البعض بيصور للمرضى انك انت على شفا حافه من الموت ولذلك يجب ان تلجا الى تحاليل كذا وعلاج كذا وخطوات كذا ويبدا يهول الموضوع، ربما الموضوع فعلا يعني يحتاج الى التهويل لكن مش بالصوره دي. وده بيجرني لفكره طريقه التعامل مع مريض الكبد ورسم طريق محدد لعلاجه، وده اللي عامل خلل او تشتت بين مرضى الكبد من تخصص الأمر. انا اشكر حضرتك على هذا الكلام لان يعني الحقيقه مرضى الكبد محتاجين ايضاحات كتير جدا. انا افاجئ ان مريض الكبد يعني كل 3 اشهر رايح يعمل PCR. ايوه.
مش محتاج يعمل الكلام ده كل 3 اشهر. اي يعني ده بيعمله في الاول علشان اذا كان محتاج علاج وعلشان يتاكد على ان البي سي ار بتاعه بوزيتيف ولا نيجاتيف، لكن مش كل 3 اشهر يعمله وعشان يقول لي اذا كان هو بقى له ولا يقول عندك بقى كذا مليون وكذا مش عارف ايه والفيروس ايه. انا اقصد ايه لازم بقى كلنا نمشي على بروتوكول واحد للعلاج، ويتوحد البروتوكول على جمهوريه مصر العربيه من خلال الاساتذه بتوع امراض الكبد. والحقيقه كان المعهد القومي ايام كنت ماسكه كنا عاملين هذا البروتوكول بالظبط، وكنا عملنا بيه دورات تدريبيه لكل شباب الاطباء في كل محافظات مصر علشان ننشر هذا البروتوكول بحيث يبقى المريض يتعالج بطريقه علميه سليمه. لان علشان المريض ياخد اكتر نسبه فايده ويستفيد كويس قوي من العلاج، في تركيز في مراحل العلاج، في تركيز في مراحل العلاج وياخده بطريقه سليمه لان في اسراف شديد جدا في العلاج وفي اسراف شديد جدا في التحاليل. انا شايف ان في الاسراف ده بيؤدي الى صرف فلوس على الفاضي. واحيانا دكتور يعني من غير قطع كلامك انه احيانا في اسراف في البعد عن الخط الصح، يعني ممكن طناش زياده عن اللزوم خطا، والدخول في مراحل كثيره ده برضه خطا. صح. ما هو عشان كده بنحط ستاندرد، بنحط مقاييس علميه سليمه ويدرس وتدرس لكل الناس. طب ابرز ملامح هذه المقاييس ايه؟ افندم؟ ابرز ملامحها يعني. اولا لازم يتم اختيار المريض المناسب لاخذ العلاج. يعني انا عشان كده انا بقسم حوالي يعني مرضى الكبد الى 3 مجموعات. نعم. المريض اللي هو اصيب بالالتهاب الكبدي الفيروسي وعنده الانتيبوديز موجوده بوزيتيف لكن الانزيمات بتاعته نورمال، يعني عنده اجسام مضاده في جسمه موجوده لكن الانزيمات الكبد بتاعته طبيعيه، ده مش هيحتاج علاجات، مجرد المتابعه اللصيقه دي مع طبيبه طبيب امراض الكبد. ده بياخد علاج تحفظي زي ما بيقولوا ولا هيحتاج حاجه خالص برضه. مجرد المتابعه كويس. نيجي بقى لمجموعة على الطرف النقيض اللي هم المجموعة اللي وصلوا إلى تليف شديد واستسقى وقيء دموي نتيجة دوالي برضو، دول هيتعالج الأعراض بتاعة المضاعفات اللي عندهم. الاستسقى هيتعالج، الدوالي هتتعالج، إذا كان في ورم هيتعالج، ممكن نتكلم عليهم. بس نيجي المجموعة في الوسط دول اللي هم ما عندهمش تليف شديد لكن إنزيمات الكبد بتاعتهم مرتفعة، دول المجموعة اللي هي محتاجة تاخد العلاج. العلاج المعترف به على مستوى العالم كله هو الانترفيرون والريبافيرين، حقن الانترفيرون وغرز الريبافيرين، ده المعترف به في العالم كله. غير كده مفيش حاجة حتى الآن ظهرت في السوق. ايوه يعني ممكن يكون في أبحاث قالت على أدوية، مش معنى إن في أبحاث بتقول في أدوية، والأبحاث كل يوم على قدم وساق طبعا، لكن مش معنى كده في ابحاث ان انا انزل وادور على الدواء ده اطلاقا. الابحاث دي بتجرى على فترات بعيده عشان نتحقق من امان الدواء وعدم سميته. مش اي حاجه اجري عليها يعني. طبعا طبعا طبعا. فاذا دي المجموعه اللي في النص اللي محتاجه الدواء. اعتقد دي الخطوات اللي بتتم على فكره الدواء الجديد المستخرج من الطحالب الان بالاستاذ جامعه اسكندريه. شوف حضرتك اي دواء بينزل السوق بيمر بمراحل محدده علشان نتاكد من فعاليته وعدم سميته. نعم. مصداق هذا الكلام بقى لو جرينا شويه كده واتكلمنا على الاعشاب. هل الاعشاب مفيده ولا مضره؟ بالتاكيد انا ضد اي واحد ياخد اي عشب زي ما هو. بالظبط. ويقول ده ربنا خلقه صح، ربنا خلق كل حاجه. لكن اللي عايز اقوله بقى ان العشب زي ما بيكون فيه جزء مفيد في بعض الاحيان وفي يمكن احيان كتير بيبقى فيه جزء غير مفيد. الادويه اللي بتصنع دي اغلبها من ادويه متصنعه من الاعشاب، لكن بيستخرج من العشب العنصر المفيد وبتتحدد الجرعه وبتتظبط بحيث ان هو تناسب كل حاجه ما فيهاش فيها اي ضرر. بالظبط. فليه انا اخد العشب زي ما هو بقى؟ يعني هو عشان مجرد يعني اخد عشب وبيبقى بما فيه من كل المضار. فانا انصح الناس الحقيقه ما فيش داعي للجري ورا الاعشاب يعني بشكل اثق في طبيب المعالج اللي هو حاطيني على طريقه خط العلاج بتاعه، وما كنتش حاجه غير لما تكون مجربه ومؤكده النتائج. يعني انا عايز اقول للخلايا الجذعيه، حضرتك قلت انه في هناك مراحل لاختبار العلاجات التقليديه، لكن هل المشروع او الابحاث الخاصه بالعلاج الخلايا الجذعيه مر بهذه المراحل؟ بالنسبه للخلايا الجذعيه شكل الرقابه عليها احنا بالنسبه لنا اشتغلنا عليها من 8 سنين. ايوه. وابتديناها على حيوانات التجارب وبداتوا مع حيوانات التجارب وعملنا
كذا بحث في الموضوع ده واتنشر في مجلات اجنبيه وطبعا اعترف بيها والحقيقه طلعت نتائج مش مضطره. بعد كده اجرينا بعض التجارب الاوليه على بعض المرضى المتطوعين والحقيقه حققت نتائج كويسه جدا. انا اللي عايز اقوله في الخلايا الجذعيه في البروتوكول اللي احنا بنعمله ان هناخد بالنفس الانسان ليس لها اي اضرار. ان لم تفيد فليس لن تضر خالص. انت تاخد من واحد دم وتدوله مفيهاش اي ضرر على الاطلاق. يعني هو دي الميزه اللي فيه. اثناء يعني وجوده تحت علاجك او تحت متابعتك، هل هو كمريض كبد دياغ بيتلقى الدواء التقليدي او علاجه التقليدي في الفتره الاوليه؟ بالتاكيد بياخد نفس العلاج لغايه ما الخلايا تنضج وتبدا تقوم ب يعني انت بتتعامل معاه كمريض كبد عادي بتعالجه ببروتوكول العلاج المعتاد بالطبع لغايه ما تبدا نحلله ونلاقي ان الخلايا بتاعته بدات تعمل وبنتاكد من الكلام ده بالتحليل الكيميائيه بتاعت لو قلت لنا حساب تقريبي للحالات اللي عالجت بهذا الاسلوب ونسب النجاح او الفشل. الحقيقه امراض الكبد الحالات اللي احنا عملناها كانت نسبه النجاح كانت تصل اكثر من 70%. عظيم. والحقيقه دي نسبه كويسه جدا. وخصوصا ان هم مرضى ما كانش لهم علاج. ودول اللي احنا اشتغلنا عليهم. ما احنا مش عايزين نحرم مريض من علاج معروف ان هو هيشفيه. لكن ده مريض معلوش جرب كل العلاجات ومعندوش حاجه تؤدي الى شفائه بالمقاييس بتاعتنا المتعارف عليها. فدول اللي هم كانوا بيبدا معاهم العلاج. وكان بيجيب نتائج الحقيقه تصل الى 70%. 70% ده عظيم. ايه التطور اللي حصل في المجال ده؟ يعني اكيد كل يوم بتلاقوا فيه نتيجه جديده، في بحث جديد او امل جديد او خطوه جديده هتخشوا عليها في المجال ده. وشوف بس انا مش عايز اقول الكلام ده على الملا عشان بس الناس ما تتصورش انه ده واقع. احنا دلوقتي بنتكلم على الجزئيه اللي احنا اشتغلنا فيها ان احنا بنحقن علشان نحسن وظائف الكبد، الوظائف التخلقيه بتاعت الكبد من ناحيه البروتينات والعوامل التجاريه اللي هو بقى اساعده على في ابحاث اخرى. يعني احنا نود ان احنا نعملها بس احنا ما عندناش الاجهزه اللي تقوم بيها ان احنا بنحاول نعملها علشان نعالج بيها الفيروسات. بس دي طبعا مرحله متقدمه جدا. احنا هنبدا فيها لان احنا بنعمل بروتوكول تعاون بيننا وبين الاتحاد الاوروبي على امل ان هم يوافقوا عليه وممكن نمشي فيه لان ده محتاج اجهزه واجهزه تقنيتها عاليه جدا. ما نقدرش نتكلم عليها بالطريقه دي لكن ده بيفتح طريق لمعنى تاني ان الامل كبير. والخلايا الجذعيه دي بيسموها بره نوع جديد من الطب اسمه ريجنريتيف ميديسن. ريجنريتيف ميديسن ده بيعالج كل حاجه. يعني بيعالج مش بس امراض الكبد، يمكن حضرتك بنناقش امراض الكبد بحوار تخصصي. لكن احنا عندنا في طب عين شمس عاملين وحده ابحاث الخلايا الجذعيه. دي فيها كل التخصصات. من ضمن الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها القصور في الدوره الدمويه الطرفيه. حالات القصور في الدوره الدمويه الطرفيه اللي فيها يعني ممكن من ضمن الحالات دي مثلا ناس عندهم سكر وعندهم قرح وما بتخفش تتصل احيانا للبتر تفحمات بتحصل. اللي بيحصل بقى ايه؟ ان المرضى دول احنا خدناهم وحقناهم خلايا جذعيه كويس. حضرتك هتلاقي التحسن بقى فوق ما تتخيل. يا سلام. احنا يمكن ما كناش في الاول متخيلين الصوره دي لكن التحسن كان كبير جدا بحيث ان القرح دي ابتدت تلم وانت اعفيت مريض من هو يعني حصل اعاده بناء ثانيه للجسم ثاني. هايل بالتاكيد. وهو دي قيمه الخلايا الجذعيه. يعني انا دلوقتي برضو انا متاكد في حد يسال دلوقتي يعني انا اروح للدكتور بتاعي اقول له انا عايز اديني خلايا جذعيه والنبي يعني القصه ازاي ايه الخط اللي امشي فيه لو انا عايز معالج؟ بس هقول حاجه يعني عشان برضو نتكلم بشكل واضح ما نتكلمش ان مفيش دلوقتي عيادات او اماكن خاصه او متخصص طبيب متخصص لكن اللي بيقوم بهذا النشاط هي اماكن البحث العلميه متخصصه في بحث الابحاث الخلايا لكن مفيش اماكن خاصه بتقوم بهذا يعني انا دلوقتي مريض معين يا دكتور سواء يعني مثلا اديتنا مثال مثلا في اسم خمسه جراحه مستشفى الدمرداش بيتعالج بالمجان هو بيحدد ولا حضرتك بتحدد له حالته يعني هو لو سمع الكلام ده ولقى ان هو محتاج هذه التقنيه بيجي لنا احنا نكشف عليه ونطمن لو هو محتاج فعلا هندخله معانا. مكلف النشاط ده العلاج ده؟ هو مكلف بالنسبه لنا لكن هو المريض بيخش مجانا. هو المريض بيخش مجانا لكن لان مستشفى الدمرداش دي مستشفى مجاني. طبعا مستشفى مجاني. هي مشكلتنا بقى ان احنا نوفر الدعم المادي ل عليكم طلب يا دكتور؟ الحقيقه حقيقة. احنا يمكن بنلم الزكاه بتاع
نفسينا واصدقائنا واهالينا عشان نمشي. يعني محتاجين تبرعات بتحتاجوا دعم. احنا داخلين على ايام جميله, ايام مباركه شهر رمضان, يعني الناس بتطلع الزكاه. في يعني بعض من رجال الاعمال وعدوني بالمساهمة الكبيرة لأن هم شافوا نتائج. وانت حضرتك لما هتشوف يعني احنا اديك مثل واحد. اتفضل. مريضة كانت عندنا عندها 17 سنة وكانت حصل لها حادثة وكان على وشك ان يحصل لها بتر لرجليها فوق الركبة لان حصل لها تهتك في الأوعية الدموية وابتدت صوابع رجليها يحصل فيها غريب. نعم. وعلى وشك ان هم كل الأساتذة اللي شافوها قالوا بتر في الركبة. طيب جابوها لنا في الوحدة عندنا وحققناها خلاج زايد. طبعا احنا انقذنا, ربنا طبعا انقذ رجل هذه البنت من البتر لان اتعمل لها اوعية دموية جديدة بعد حققنا الخلايا الجذعية والدورة الدموية اتحسنت وبالتالي الغنغرينة وقفت وقدرت تستعمل رجلها وانقذت من بتر. يعني طبعا البنت دي لو كانت في مكان تاني مش هتقدر تدفع فلوس. وبعدين احنا ما نقدرش نقول برضو ان وزاره الصحه تعالج الناس دول على نفقه الدواء لان دي ما زالت في طور الابحاث. لسه الوزاره ما لكن يعني ابحاث مامونه يعني في رقابه عليها وفي متابعه. بص حالها بالنسبه للرقابه الكلام ده بيتعمل في كليه طب جامعه عين شمس. اي بحث بيتعمل بيتكتب له بروتوكول. بالظبط. البروتوكول بيراجع من لجان علميه داخل اسم الجراحه. اللجان العلمية دي من أكبر 8 أساتذة سينيور في الاسم. هاي. يراجعوه من الناحية العلمية. وبعد ما نراجع من الناحية العلمية في لجنة أخرى, لجنة أخرى اسمها لجنة أخلاقيات البحث العلمي. كويس. بتعرض عليه البروتوكول مرة تانية. كويس. بيراجعوا من الناحية الأخلاقية. لو اللجنتين وافقوا يبدأ المشروع يتم. بشرط. أيوة. إن هيتم المتابعة. كل 3 أشهر للنتائج من اللجنتين عشان يشوفوا النتائج ويقفوا عليها اذا كانت نتائج محتاجه تعديل ولا حصل مشكله اثناء العمل حتى يعني متابعه اثناء العمل كمان لغايه ما تنتهي ورقه الحال. فعشان كده انا بقول الكلام ده ما يتعملش غير في مكان بحثي علمي. احنا عايزين نقول بس اسم المكان تاني عشان اللي متوجه سواء كان مريض او متبرع. مستشفى الدمرداش اسم 5 جراحه. اسم 5 وحده ابحاث الكبد. وحده ابحاث الكبد. وانا يعني فعلا انا بسمع الكلام ده بحس انه في امل ان شاء الله. شوف حضرتك الامل لا يقف اطلاقا. بالظبط. وبلدنا ولاده. والكوادر عندكم. الكوادر مصر مليانه كوادر. يعني مش حاجه بس تجينا من بره الخلايا الجذعيه دي ونقرا عنها في المجلات. مصر مليانه كوادر. هي محتاجه الفرصه انها تظهر. لكن مصر مليانه كوادر ولن يعني في كلمه بتحاربوا في الكلام ده ولا بتدعموا؟ لا لا مفيش حرب ومفيش دعم. مفيش لكن مفيش دعم بامانه. لكن مفيش دعم. اي حاجه جديده بتبقى فيها اصل انت هتبقى غير التقليدي يعني غير العلاجات التقليديه اللي بينتفع منها البعض يعني وراء. لا بالعكس. لا. بالنسبه للاطباء. الاطباء لان هم هيمارسوها. او مشجعي زراعه الكبد مثلا او كذا. لا اصل احنا ما وصلناش للدرجه ان احنا نوقف زراعه الكبد. ما في يعني حاليا هي الجزء اللي احنا بنعمله بنعمله للناس اللي هم عندهم يعني مشاكل متقدمه جدا. مشاكل متقدمه. لكن احنا دي مش بديل لزراعه الكبد. نعم. حتى حقيقة. الان. أيوة. ليست بديل لزراعه الكبد عشان نعم. برضه الناس يبقى الناس فاهمه الصوره. حتى الان ليست بديل لزراعه الكبد. دكتور علاء اسماعيل استاذ الجراحه بكليه الطب جامعه عين شمس ورئيس وحده ابحاث الكبد بابحاث الخلايا الجذعيه كمان في طب عين شمس بشكرك. نعم. وبدعم يعني جهودك دي المستمره ويعني بشد على يدك واستمروا لان الفائده اكيد هتعود على الناس اللي محتاجه علمكم وخبرتكم. شكرا حضرتك. شكرا. شكرا. مشاهدينا بس قبل ما اختم حلقتي بس يعني انا عايز اروح لاحد المشاهدين اللي كان طلب ان يعني اعرض له مشكلته. هو مريض من الاسكندريه اسمه محمد السعيد وبيقوم على متابعته مجموعه من اهل الخير. هو تلقى قرار علاجي من وزاره الصحه بقيمته 6000 جنيه على معهد مصر لتركيب شرائح ومسامير في الفقرات لكنه لم يلقى متابعه من معهد مصر وطلب منه قرار مفتوح وهو لا يستطيع ان ياتي بمثل القرار ده بعد قرار العمليه الجراحيه.
انا ما اعرفش ايه السبب ايه المشكله. هو انا طلبت منه يبعت لنا كمان صور اوراقه وحاجته، لكن انا برجو من دكتور بهاء زيد مدير مستشفى معهد ناصر، وهو رجل فاضل ومحترم، انه يقدم الرعايه والتعاون زي ما تعودنا منه، وكمان نشوف موضوع القرار الطبي اذا كان ده في استطعنا ان احنا نساعده، فان شاء الله يكون خير يا اخ محمد. بشكر حضراتكم مشاهدينا ومتابعتكم لينا في هذه الحلقه، وبننتظركم دائما من خلال ساعتين هوا. بتمنى لكم كل الصحه والسلامه، والى اللقاء.